وهو أن خليل الله إبراهيم هو أول من وضع أنصاب الحرم. ثم بعد ذلك تتابع أهل هذا البلد على تجديد هذه الأنصاب، ولذلك ذكرت كتب التاريخ أن إسماعيل عليه السلام كان ممن جدد أنصاب الحرم كلها، وجددها من بعده عدنان ابن أدد أيضا جدد الأنصاب كلها. ثم أيضا مما نقلت كتب التاريخ تجديد قصي ابن كلاب لأنصاب الحرم كلها. ثم جددت على زمن قريش يعني أيضا عدة مرات. ثم بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.